شخصي انا كنت ساكنه في المدينه هنا، بنت انا بنت المدينه. دابا هي خالتي استفدت، عطاوها استفاده وسدوا لينا، وطلعت ريحت مع الوالده كرات. ومني كرات ما عقلتش عليا، قالت لي تلوحي ولادك، تلوحي ولادك، قالت لي تلوحي ولادك نشدك. وانا اختي ما بغيتش نلوح وليداتي. انت الزوج ديالك هو ماشي الزوج ديالك، انت كنت ساكنه معاه وكتولدي معاه؟ كنت جالسه معاه، كاري ليا وكل شيء. نهار ناض قال لي غنصاب لك وريقاتك بات مصبح. دابا اختي كنتمنى مشي محسن يشوف لي عشي عشي بيتي كريه ليا. الله يرحم والدين، قلت عقلي، ما كانش عندي العقل وما كانش لي نصحك. كانش اختي اللي نصحك. وخاش ما هضر ما ربع عليك، ما درتيش بديكلاراسيون؟ قيت بي اختي، قيت بي والو. كي تيتاقل من تقول تنقل، كيرحل ما تيبقاش في المدينه. اي مدينه قيت فيه كيمشي كيهرب منها. كيفاش بغيتي دابا باش كتوكلي ولادك؟ دابا اختي والله تنهود شارع محمد الخامس، بعد الخطاط نطلع 400، بعد الطرنق نطلع 600، بعد الخطاط والله اذا كيباتوا لي بالجوع حق الله العظيم. واختي كنعس معاهم، كنعس هنا وهنا، كنديرهم حدايا، تنخاف لي يغتصبوا لي من شي حد. راك انت عارفه المجتمع خايب هذا الوقت، كتسمع الاغتصاب. وانا اختي بغيت ندفعهم الخيريه، ولكن الخيريه ما بقاتش كما كانت. انا اختي ما بعد الخطاب دابا قالت لي ما تتعرض للزنقه للشارع. نقدر نعس معاهم في الشارع، يشدهم لي شي واحد يغتصبهم ليا، فهمتيني؟ وانا تنتمنى من ربي والمحسنين خوتي المغاربه يعاونوا، نديروا على وجهات الوليدات، غادي يضيعوا لي. ما نكذبش عليك، اي باب تندق عليه تيتسد عليا، اي باب. مشي دقيت الجمعيات والو، ما كان حتى واحد اللي يعاون. انت شحال كان عندك من عام عرفتي الزوج ديال هذا السيد ولدتي معاه؟ وانت شحال البنت ديالك شحال من عام؟ شي تقريبا هذا. والله ما عقلت، والله ما عقلت اختي شحال من عام. المهم كان اساس كنت انا وياه مزيانه، قال لي كريت انا وياه، سكنت انا وياه، ما خاصني حتى خير. واحد شوي السيد تقلب عليا بات مصبح. انا قال لي غنمشي للخدمه، ما بقاش رجع، بقات مولا الدار كتساني الكره حتى خرجاتني. عائلتك شنو؟ انت جات عائلتك؟ حتى واحد ما بغى يشدني، قالوا لي عندك ولادك ما عندنا ما نديروا لك. حتى واحد ملي كنت خاويه اختي كانوا بغاوني، ملي كنت خاويه ما عندي لا الدراري لا والو كانوا باغيني. دابا ما بقاو بغاني حتى واحد. ملي مشيت عندو كيبطيني حصرني على قبل وليداتي. ما ندمتيش؟ ندمت اختي، كون عرفت انا هاد الدنيا غتوقع عليا بحال هكا، من نعذبهمش معايا وما نتعذبش انايا جوج. ما نبقاش مشرد انا ولادي دابا بحال تشردت انا وتشردت معايا حتى وليداتي. ندمت بزاف، كنت صحابني ما نولدهمش، كنت صحابني الدنيا غتضحك عليا بحال هكا، ما نولد حتى واحد. اي باب دقيت عليه حتى واحد ما حل فيا، دخلني انا عائلتي من دمي وما قبلونيش، ما قبلونيش. تنتمنى بالمحسنين اخوتي المغاربه يوقفوا معايا، الله يخلي لكم صحيحتكم. على وجاد الوليدات غيبقاو لي في الشارع. انا اختي راه كنطلب حاليا، نهار نطلع ونهار ما نطلعش، نهار يبقاو بلادي بالجوع، نهار ناكل ونهار ما ناكلش. دابا حتى الحمام ما عنديش باش نمشي ليه. مشيت اختي اي جمعيه ما كيقولوا لي والو، ما كيقول لك ما كاينش باش نعاونوك والو. كاين الجمعيه ديال هادي، واحد النهار مشيت لواحد الجمعيه عطاتني طيط من الليل، وطيط من الليل اختي كيجمعوا هذوك اللي كينعسوا في الزنقه، يقدروا تخرجي على الطواليت تشد لك شي واحد يغتصب لك، ما عندك ما تصوري تيكونوا كينعسوا في الشارع. اختي كنطلب خوتي المغاربه والمحسنين يحنوا فيا، راه بحال خدتهم انايا، ما يضيعوش ليا الدراري. ونتشرد انا وياهم الزنقه، وعندي بنات، عندي واحد اللي ولد، عندي اربعه، عندي ثلاثه البنيات ووليد. ملي البنيات الثالثه؟ جلست مع واحد المراه عندها 18 عام، عندها 14 عام، كتقرا في الثامنه.
إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تيفي وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.